قال لي والله يا دكتور شغلاتك شغلي، لك شو أخذك لعند البقرات؟ لك قلت له بدينك مالك مشتاق للريحة؟ لك قال لي اسكت خليها لربك. والله كنت راكب مع مرتي بالسيارة قمت شفت بقرات بالحقلي هي بألمانيا، قال لي نزلت الشباك وأخذت شمي، قلت أوه على ريحة العمارة. العمارة يعني هي زبل البقر اللي احنا بنسميه عمارة انه نعمر فيه الأرض. قال لي يا زلمي آخ على هالريحة. قال لي الله يرحمه أبي كان يشوف واحد عم يدخن قال له يفضح حريشك، والله ريحة العمارة أحلى من ريحة السيجارة. آخ ريحة الربيع، ربيع ويشم الواحد ريحة الربيع والتلج عم ينزل ببلودان اليوم، عجيب سبحان الله. مبارح المطر بالرياض، شو صاير بالدنيا؟ إيه الله يبعت الخير، الله يسعد أوقاتكم. حبيت سلم عليكم قدام القصر هذا. قول لك ضال سلوت.